السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن السندريلا سعاد حسني. في الفيديو ده حاجات أول مرة تعرفوها عن حياتها، وكمان هتعرفوا مين اللي قتل الفنانة سعاد حسني، وهل فعلا اتقتلت ولا انتحرت. كل المعلومات دي هنعرفها في الفيديو ده، بس عشان تعرف الحقيقة شاهد الفيديو للنهاية واشترك في القناة وفعل الجرس وما تنساش اللايك والشير. ودلوقتي قبل ما نخش على التفاصيل اللي أدت لوفاتها، خلينا أعرفكم مين هي الفنانة سعاد حسني. سعاد حسني فنانة مصرية وكمان مغنية بترجع أصولها إلى الشام وبالتحديد لحمص. اتولدت سعاد حسني في 26 يناير عام 1943 في حي بولاق القاهرة، وأبوها محمد كمال حسني البابا الخطاط العربي الشهير. انتقل أبوها من سوريا مع والده إلى مصر، واستقرت الأسرة في بولاق بالقاهرة، وهناك اتولدت سعاد حسني. وكان جدها حسني البابا مغني مشهور في دمشق، وأمها هي الست جوهرة محمد صفور. وكان لسعاد حسني 16 أخ وأخت، كانت هي الترتيب العاشر عليهم. وكانت الفنانة نجاة الصغيرة من أشهر إخواتها. انفصل أبوها عن أمها وهي عندها 5 سنين، واتجوزت واحد تاني بيشتغل مفتش في وزارة التربية والتعليم، كان اسمه عبد المنعم حافظ. اتجوزت سعاد حسني 5 مرات. أول جوازة ليها كانت من العندليب، بس الجوازة دي مش موثوق منها قوي يعني، لكن بعض افراد عائلتها قالوا ان هي كانت متجوزه عرفي من العندليب. والجواز ده اكدوا بعض الصحفيين ومنهم مفيد فوزي اللي كان مقرب جدا من العندليب. ومن الغريب انها ماتت في نفس التاريخ اللي اتولد فيه العندليب، والجوازه دي استمرت بينهم 6 سنين. اما الجوازه الثانيه كانت من المخرج صلاح كريم، واستمر جوازهم لمده 2 عام. والجوازه الثالثه بقى كانت من علي بدرخان، واستمر جوازهم 11 سنه. والجوازة الرابعة من زكي فطين عبد الوهاب، ووقتها كان طالب في السنة النهائية في معهد السينما. والجوازة الخامسة كانت من الكاتب ماهر عواد، وده اللي فضلت معاه لحد ما ماتت. اللي كان ليه الفضل في اكتشاف الفنانة سعاد حسني هو الشاعر عبد الرحمن الخميسي، اللي أشركها في أول عمل مسرحي، وبعد كده ضمها المخرج هنري بركات لدور البطولة في فيلم حسن ونعيمة. وبعد كده قدمت أفلام كتير زي مال ونساء، موعد في البرج، صغيرة على الحب، الزوجة الثانية، القاهرة 30، وخلي بالك من زوزو. كرمها الرئيس أنور السادات عام 1979 في احتفالات عيد الفن، وبلغ رصيد أفلامها 91 فيلم. خلال تصوير مسلسل هو وهي بدأت تظهر عليها علامات الأوجاع في العمود الفقري، كانت بتعاني من تآكل فقرتين، وبعدها أصيبت بضغطة في الأوعية الدموية وتمزق في الشرايين، ومن ثم زيادة الألم في ظهرها. وكانت ذروة المرض عندها بعد ما قامت بتصوير فيلمها الأخير الراعي والنساء. وبعدها سافرت لفرنسا عام 1952، وهناك قام الطبيب المعالج بتثبيت الفقرات، ورجعت بعدها مصر تانية وزولت حياتها بطريقة طبيعية. لكن بعد فترة قليلة جدا رجعت عليها الألام أقوى من الأول، وأصيبت بشلل في الوجه نتيجة إصابتها بفيروس في العصب السابع، وبدأت تاخد الكورتيزون، وده اللي خلى وزنها زاد قوي، والأمر ده أثر على حالتها النفسية. واللي زاد الطينة بلة أمها اللي ماتت، والأمر ده خلاها تبطل العلاج ليعود إليها المرض بشراسة، وسافرت لندن عشان تتعالج هناك. وهناك بقى حصل السر الغامض اللي محدش عارفه، بس أنا بقى هقول لكم عليه وهعرفكم هل السندريلا اتقتلت فعلا ولا انتحرت. يلا بينا. هناك عدة روايات لوفاتها. الرواية الأولى بتقول إنها ماتت منتحرة إثر سقوطها من المبنى اللي كانت موجودة فيه أثناء فترة العلاج بلندن. الرواية التانية بتقول إنها ماتت مقتولة بفعل فاعل، والكلام ده أيدته الشرطة البريطانية. وبعد ثورة يناير والقبض على صفوة الشريف، فتحت أختها القضية من جديد، ووجهت أصابع الاتهام إلى صفوة الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق. الرواية التالتة بتقول إنها ماتت منتحرة بسبب اليأس اللي سيطر عليها بسبب المرض. الرواية الرابعة على لسان الطبيب المعالج عصام عبد الصمد، اللي قال فيها إنها كانت بتعاني من اكتئاب شديد، وكانت كمان بتتعالج في احدى المستشفيات لانقاذ وزنها، وده اللي خلى وزنها نقص قوي وما قدرتش تتحكم في نفسها وهي بتبص من السلم فسقطت. لكن الكلام ده مردود عليه، لان بالمعاينه تم اكتشاف ثغره في الشباك الحديدي سقطت منها، مما يدل على القائها بفعل فاعل. قولنا في التعليقات اي روايه فيهم اقرب للحقيقه. انتهى الفيديو.